نرحب بالسيدة رئيسة وزراء بريطانيا المملكة المتحدة تريزا ماي في زيارتها الأولى إلى العراق، وحضورها اليوم دليل دعم واهتمام المملكة المتحدة بإسناد العراق ووقوفها مع العراق في محاربة داعش. العلاقات العراقية البريطانية علاقات شهدت تطورا واضحا، خصوصا في مواقف الحكومة البريطانية المساندة للعراق والدعم للعراق في محاربة الإرهاب ضمن التحالف الدولي، وأيضا في مسألة تدريب القوات العراقية وتوفير غطاء جوي ومعلومات استخبارية من خلال الغطاء الجوي إلى القوات المقاتلة العراقية على الأرض لحمايتها، وأيضا التبادل في مسألة الدعم اللوجستي بالإضافة إلى دعم حقوق الإنسان وإعادة الاستقرار في المناطق المحررة من العراق. بحثنا اليوم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبين الشعبين وتوسيع التعاون والتنسيق والتأكيد على وحدة العراق واستقرار العراق. نحن الآن بالعراق الحمد لله موحد بعد القضاء على داعش عسكريا. أمامنا مهام أساسية في محاربة الفكر الإرهابي ونشوء أي جماعات إرهابية أخرى، ليس فقط في العراق ولكن في المنطقة. استطعنا في العراق بتضحية أبنائنا، بتضحيات مواطنينا وشجاعة وأقدام قواتنا البطلة على تحرير جميع المدن العراقية، سواء كانت القوات العراقية النظامية أو قوات الحشد الشعبي من المتطوعين العراقيين الذين كانوا يقاتلون جنبا إلى جنب مع القوات الرسمية العراقية في القوات في الجيش العراقي وفي قوات الشرطة الاتحادية وقوات الأخرى والحشد العشائري كذلك. وهذا اللي هو حقق هزيمة داعش. وقوف المجتمع الدولي معنا كان مهما وأساسيا لمساعدة القوات العراقية والوقوف مع الشعب العراقي في محاربة داعش. العراق مقبل على مرحلة جديدة من البناء والإعمار والاستثمار، وتم الحديث اليوم مع السيدة رئيسة الوزراء حول تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال والشركات البريطانية للاستثمار والعمل في العراق والمساهمة في إعمار العراق وإعادة الاستقرار لكل مناطق العراق. أرحب مرة أخرى بالسيدة رئيسة الوزراء وأهلا وسهلا بك في بغداد. Prime Minister, thank you for welcoming me to Baghdad today. مرحبا بكم بي في بغداد. اسمحوا لي أن أشيد بشجاعة القوات العراقية التي تقف على الحدود في الحدود الأمامية لمكافحة الإرهاب، ولقد دعمت المملكة المتحدة وستدعم العراق ضمن التحالف الدولي. لذلك أنا سعيدة جدا أن أزور قواتنا البريطانية في التاجي اليوم لأرى مدى التدريب الحاصل. ستعمل المملكة المتحدة على دعم العراق كشريك أمني طالما احتاج العراق ذلك لبسط السلام في المنطقة، وكذلك لبناء عراق موحد وجامع. سنستمر في دعم وتدريب قواتكم الأمنية، وقد خصصنا مبلغا ماليا لهذا الدعم، وسنعمل مع الشركاء في المنطقة لتطوير القدرات الخاصة بالقوات العراقية لمحاربة داعش والإرهاب. إن المملكة المتحدة قد وفرت ما يقرب مليونين باوند منذ عام 2014، ويسرني اليوم أن أبين أننا سنوفر 20 مليون باوند للدعم حقوق الإنسان في السنة القادمة، فضلا عن تقديم الخدمات الرئيسية مثل الماء، وكذلك سنوفر 30 مليون باوند لإعادة الاستقرار ودعم الإصلاحات، وهذا سيوفر مناخا آمنا للنازحين أيضا ودعم الاستقرار والأمن في المستقبل. سنستمر في دعم العراق بينما يمضي في تقديم إصلاحاته في مختلف القطاعات لإيجاد عراق موحد. كما قلت في نقاشاتنا، نحن نشجع الحكومة العراقية في التفاوض والتعاون مع القيادة الكردية، وكذلك نشجع القيادة الكردية لاحترام عراق فيدرالي موحد وفق الدستور. أرحب بالنقاشات التي جرت للتو والإشارة إلى الحوارات التي حدثت مع حكومة كردستان. كذلك ندعو الطرفين للمضي قدما بسرعة في المفاوضات والنقاشات.
سيادة رئيس الوزراء، شكرا لكم وشكرا لمحادثاتنا، وأتطلع لبناء علاقات مستمرة إلى الأمام. شكرا جزيلا.